جيت هون لولاية الشيري، مناسبة عام في هذه الشركة اللي ذكرت لي، وجيت أدعاني لها ظروف قرايت التركة، وتميت نشتغل فيها من 2006 إلى الشهر التاسع 2007. راد مدان أعلني رأيت حادث فيها عن طريق العمل، أنا اشتغل فيها قلبت بي ورافدتني ناقلتني منها، تنقلني من مكان إلى مكان، وديت كفلك ظهري، عدت لي إصابة في النخاع الشوكي. تميت نهار نشتغلوا تحت لزين يزين السم أمس مراك، إلين لابس البيسة يعطون هما على إنها واقية ودار فوقها جاكت، إلين قطر علي شو المواد السامة قد غيار منه، إلين قطرت علي شعلت اللبسة كاملة شعل جاكت، وسبتالي زاوني في لوبيتال ناسيونال 17 يوم، وقبضوا شو من الرواية وما شافوا شو ليبراتوار. ولا باو يقولوا لي ذيك القضيه اللي مخ القضيه كبار شنو. عقب جيت للطبيب هنا، طبيب في طب العمال، واصلا يشتغل في الشرايك المعدنيه يعرف، قال لي هذا ما له يبرى نهائيا. بعد ذاك بسنه والله سبعه اشهر نقزوني، داروني في نقص، عدلوا نقصر شو من العمال داروني على راس. ومن ذيك الساعه ما اجبرت عندهم حق ولا اجبرت عندهم اي رواس ولا شنو. نحن من 2009 الى اليوم فتنا رينا قدر من العمال مرضى ومرضهم حسب اللي يقولوا الخبراء الطبيين، اعلنوا كامل راجع ذيك الاسماء اللي ناتجه عن ذيك المعادن الذكيه، يقول هم الى حد الساعه مازالوا يتنكروا ويقبضوا ذا بعين الاعتبار. بعد قضيت فنت كاتريير انا ما هو عدلت لي عمليه، والنخاع الشوكي لين ينصاب مولاه لين يفوت اكثر من 6 سوايع مات لا عنده علاج، بعده عند واضح للطب راه هو العلاج عند مولانا. وبذيك المناسبه نصبت في النخاع الشوكي، بقيت مقعد، جيت للشركة ماشي على قدمية ومانع ونشتغل، وجاي من الهلا قرايت التركة، هاد مولانا عني الصبت، ولين الصبت وطلبت منهم رفع يرفعوني، الشركة ترفعني، ما ريت رفع للخارج. المؤسسات الصناعية سواء منها الصناعية الغذائية والصناعية الكيماوية وسواء منها المؤسسات المعدنية أغلبهم تشتغل فيه العمال، تجبر فيه ياسم العمال اللي ما مفروض فيه شروط السلامة. اجتمعنا قعود هون، يعني تلفن صاحب ويقولوا له الخليفة، وتلفن علينا هون وقال لنا دهمش، عطبته كونتينر بيان، والخالته والرجاله طايرين والخليفه وذا، جاوا الطبيب قال له الطبيب عنه ما هو جاي، ما طا النصراني عنه يعود يعطي استقبال عنه جو، ما قط بعد جاوا ولا قط فيهم حد عرف له شيء، عرفوا كانوا حي كانوا ميت، ونحن هون مالي ما جاونا، ما نيلي حش من الله فاتعدل له مولانا معدل له، طاونا ذيك 200,000. إلين قيم جبتها لمحكمة الشغل في مناقشوط، قال لي قاضي الشغل أعلنوا ما هو، أعلني أطرح، قال لي ملفه، قد قال لي يعيط لك في شهر، قد يعيط لك في شهر سنوات،
قد ما عيط لك مو 20 سنة. اقلبني عدل شكرك يا سيدي.